حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أقر محافظ البنك المركزي في العراق علي العلاق بصعوبة آليات إصلاح بنكي الرشيد والرافدين الحكوميين. قال العلاق إن الخطة التي تم وضعها منذ عام 2005 لم تحقق أهدافها بسبب تعقيدات كبيرة، فضلا عن عوائق أخرى تتمثل بطبيعة عمل المصرفين. ومن جهته قال رئيس الحكومة الحالية إن العراق خال من نظام مصرفي وإن المصارف العراقية قد تنهار أمام أي أزمة مالية. قالت مؤسسة عراق المستقبل المعنية بالشؤون الاقتصادية إن أعلى نسبة تضخم بين المحافظات العراقية في محافظة الأنبار، وبحسب المؤسسة فإن التضخم في الأنبار بلغ 11% خلال شهر آذار الماضي، فيما تلتها محافظة بابل بنسبة تفوق 8%. أما أقل المحافظات التي شهدت نسبة تضخم فكانت بغداد وبنسبة 2.16% بحسب بيانات صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء. وأرجعت المؤسسة أسباب التضخم إلى ارتفاع نسب تضخم المواد الغذائية والإيجارات. وقع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض عقود شراء الطاقة مع ممثلي 11 شركة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وبموجب العقود الموقعة ستقوم الشركة الخاصة ببناء 11 محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 15 ميجا وات لكل محطة، على أن يربط الإنتاج على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان. وبحسب الوزير اللبناني فإن مجلس الوزراء فرض مهلة عام كامل على الشركات لتأمين التمويل اللازم لبناء المحطات الشمسية. لبنان يعاني من مستويات متدنية في تأمين التيار الكهربائي بسبب الغلاء في أسعار الوقود. أشارت الإحصائيات إلى تسارع وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان الماضي، فيما تراجع معدل البطالة. وفقاً لبيانات حكومية فإن عمليات التوظيف في الولايات المتحدة تسارعت وتيرتها على خلاف التوقعات بحدوث تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب البيانات فقد أضاف الاقتصاد الأكبر في العالم 253 ألف وظيفة الشهر الماضي بزيادة عن توقعات شهر آذار بنحو 165 ألف وظيفة. ارتفع مؤشر الأسعار العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة فاو في شهر نيسان الماضي للمرة الأولى منذ عام. وقالت المنظمة إن المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا بلغ 127 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 126 نقطة في شهر آذار. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بمخاوف من تقلص الإمدادات بعد مراجعات بالخفض لتوقعات الإنتاج في الهند والصين، إلى جانب إنتاج أقل مما سبق توقعه في تايلاند والاتحاد الأوروبي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.